بالراس بتمور حطه ويشيله الى برا ملعب. جول جول او جول جول محمد الباشا، محمد الباشا الباشا. الوحدات يتقدم عبر القادمون من الخلف من كرة بيتابعها وتنزل على مرمى خالد عزام. شوف المتابعة، شوف الدربكة، شوف توقعت برا لكن شوف 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 حطها حطها اوه فلتت من حارس المرمى، كهربت حارس المرمى خالد عزام. شوف شوف الكرة كهربته، شوف الكرة شوف شوف شوف, شوف فلتت من عنده وراح. الله ما زالت خطرة محمد عويسان وتسديده. الله هاني 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 عبد الله الحقيقة يعطي لسعة بعيدة المدى، لسعة فلسطينية، لسعة فلسطينية في شباك الوحدات وفي شباك عبد الله فخوري. ما شفناها إلا في الجول. الله هذه قنبلة مش كرة، هذه قنبلة فجرها في مرمى عبد الله الفخوري، في مرمى عبد الله الفخوري. هاني عبد الله خارج منطقة 18 تسديدة في منتهى القوة يفجرها في مرمى عبد الله الفخوري. شوف الكرة ارتطمت، شوف شو حضرها، شوف 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 هوبا في الجول، هوبا في الجول. تسديدة قوية والتعادل، قلنا المباراة راح تحمى تحضير على أعلى مستوى الحقيقة برا منطقة 18 بيحضرها ويأتي الهدف، الهدف من هاني هاني عبد الله. الأهم والأبرز محاولة وتحضير وحطها. الله جول جول يضعها بهاء، بهاء فيصل من لسعة بيمينه بيحول النتيجة إلى 2-1، بيحول النتيجة إلى 2-1. بهاء بيسجل الهدف، هدف الثاني. بهاء فيصل اللاعب الدولي الأردني بيسجل هدف بتسديدة صاروخية قوية على يمين حارس مرمى خالد عزام، وهفوة دفاعية الحقيقة بالمرور والتحضير. بعد ذلك يأتي قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول. شوف شوف التمريرة مرت هني، لقى نفسه على طول خلف القوة الجوية العراقية والوحدة السورية متفوق على العروبة. هنا محاولة والجول. الله من العمق من العمق من العمق يأتي بهاء فيصل مرة ثانية يخطف كرة ويسجل ثنائية الحقيقة، ثنائية بدقيقتين، ثنائية بدقيقتين. بهاء فيصل يخترق بالعمق ودفاع ينفتح خلاص، دفاع هلال القدس، وبهاء فيصل يسجل الهدف الثاني، يكسر الحواجز الدفاعية ويضع الكرة في المرمى. شوف شوف ما توقعت الحقيقة تأتي بهذه السهولة، بمر بيلعبها لنفسه ويضعها على طول على طول في المرمى. وثاني ثاني الأهداف بالنسبة له، ثالث الأهداف. شوف 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 عبرها من الكباشة، اعتبر محمد الباشا وألغى الأون جول. كرة ملعوبة ويحطها. الله خلاص خلاص، هاتريك بثلاث دقائق، هاتريك بثلاث دقائق وأربع دقائق، بأربع دقائق يسجل هاتريك بهاء فيصل. بهاء فيصل يسجل هاتريك بثلاث دقائق أو أربعة، دقيقة 35 يسجل هدف، وبالدقيقة 40 خلينا نقول بخمس دقائق، بخمس دقائق ربما يكون أسرع هاتريك، أسرع هاتريك يسجل في مرمى هلال القدس. شوف الكرة، شوف 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 بصدره. والله هوبا هوبا بهاء، بهاء يسجل أسرع هاتريك في هذه البطولة بخمس دقائق، يسجل ثلاثة أهداف بخمس دقائق، يسجل ثلاثة أهداف بدقيقة 35 بدقيقة